صباح الخير كالعادة. لا واطلب كينج بيد، كينج بيد يعني يعني البد يعني مع الاربع اوادم. واتحرك دوين كالعادة. السلام عليكم، صبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور، صبحكم الله بالعافية والورد المنثور. الباب بعد مقفلين حتى من فوق، لا اله الا الله. يا ربي غابي ابوي بصليج هذا الليل وهدوءها الصبح، صليج هذاك تحرى ابوي حرمه لابس ستمي. نعم في الليل ابدا بالصليج والدنيا تحرى ابوي معاريس غادي البلاد تبارك الرحمن، تلب بالانارات واللواده والحركه والحياه والبيع والمشترى. اللهم لك الحمد. واما يوم يقولون الزلال ها فيطرون هذا الزلال، تعرفون الزلال شو عاد؟ شيء صفار وشيء بياض، شيء صفار وشيء بياض، صفار البيضه وزلالها، الزلال هو الابيض، الزلال هو الابيض. طلع الماء ما شاء الله اضافته شو قادم. يوم يقول لك شرات الزلال، هذا الزلال شرات زلال، انا اشوفها شرات زلال بيضه اللوه، بيض اللوه يرد شي شرات اللون السماوي زلاله. وفنان على ظني، ما الله ما ادري متى موسمه، قريب كان الموسم موسم بيض اللوه قريب. الاول تاكله العرب عقب ممنوع محظوره حين، ولا الاول السنين الاوليه ياكلونه الناس، الحين يا بوك تكودت البيض، مكود البيض بيض بو محاحه وبيض بو محاحتين وما ادري ايش. وعلى الطاري اللي يقولون بو محاحتين في عنب بلاك انت زد فيك محتين. يعني اللبو او اللم تقول حق العيال عندك هذا شيء انت الفلاني وانت الشيء الفلاني والشيء الفلاني، هذا كل واحد عنده هذا انت وهذا انت وهذا انت يا بشيء. يعني مثلا لوز ولا نبج ولا تعطي هذا الولد ثلاث لوزات وهذا ثلاث لوزات وهالبنية ثلاث لوزات، واحد اعطيته شو خمس لوزات، خمس حبات من اللوز. يقولون عاد اخوانه بلا هذا ابو محتين، محتين فيه حتى اعطيتوه زود عنا نحن، ليش شو يفرق؟ يفرق ابوي يمكن هذاك مسوي شيء زين، منظف، نافع امه اكثر، نافع البيت اكثر، مساعد في البيت، مسوي شيء. اي زادوه زادوه، نعم زادوه 100% زادوه. اي احبك يا ولدي احبك يا نافعي. صاحه الكون نقعه وصايح، اكبر شيء في الدنيا بيسوي فيك انت يا دبي، اطول برج في الدنيا واكبر شيء في الدنيا واعلى شيء في الدنيا واكبر واكبر. واشهد ان ابوي استوى وصار احنا ابو اكبر شيء. قالوا هي اكيد ان اكبر. هذا طالت عماركم اللي يقولون عنه، كل ما كبر بان وكل ما بان زان، كل ما كبر بان وكل ما بان زان. يطرون ابوي هالصرح العظيم هالمبنى، هل بيطرونك انت يا برج خليفه عليهم بالعافية، اللي اشترى واللي تاجرى واللي سكنى واللي قادى واللي سكى واللي عاشى واللي أجرى واللي سيرى واللي استفادى من كل كبير واللي بنى وكل كل كل عليهم بالعافية. يلا بنار بالصخرات، نهاركم جميل وأجمل من الجمال. أقول لكم شيء من المسجات، عنب وأخرت اليوم، عنب وترى الجمعة عجيب سالفة والله، بعد غير عنبوه معاش معطاي لا حش علي جمع، الناس ترقد الناس تليج الناس تستريح فرض الله. انا بس من اصبح لين امسي بيلس لا 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 ما في عاده هالكثر، صدقني انا ما اصبر عن الرمسه يعني، لكن ما بعاد لهالدرجه. انا اخرت علينا من اهل السعوديه اللي مطرش مسج اخرت تراك، قلت ايه ما بروم يا ابوي. لا والله تعذرت يعني في الخاص طرشت الفويس يعني، قلت اسمح لي اليوم تاخرت زياد ما بتاخر، قلت في خاطري انا ابو همس لي مشاهره يبقى انا صباح الله خير ابوي، ما بروم اسكنت الدايم شديد لك بضبي اصبح انه جاي دبي تكشت واتطمش وعندي شغيلات وعندي التزامات. تعال اليوم ترى على فكره ان شاء الله عقب صلاه هي نعم عقب صلاه المغرب اكون ان شاء الله في دبي مول، وبتمشى وبتعشى ويكون مسائي هناك بطولة إن شاء الله لين نص الليل،
وبجيب ويا فندقية وبحط راسي وبرقد إن شاء الله إذا الله جعلنا من الحيين. واليوم بعد معزوم على الغداء والمقعد اللي معزوم فيه على الغداء أبوي لا بيكون قاعدي لا شيء تصوير ولا شيء لا وين ساير ولا وين جاي، يعني زيارة سرية هي نعم خاصة تقريبا يعني. هي والله ليش أسوي؟ قال أبوي لا شيء هذا ولا ها، قلنا إن شاء الله بالعيد. نحن اثنين وتبتينا الثالث، بتغدى عذرة بتقيل بنربس بناخذ علومك بتوكل على الله، قلنا إن شاء الله. هي والله ما تصير خطركم إلا طيب إن شاء الله، فالكم الطيب. ما طاحين الرقاد، حد اللي يرقد 10:30 لازم بين الشلفير 11 راقد، مشيت الصبح ومن صليت ما طاحين الرقاد. عيست وانا اتجلب عيست، بغيت يجين الرقاد ما تهل يرقدون ابوي لين يدن عليهم الظهر مبخورين، كيف يحنمونه؟ هي والله واحد توم طفش اللي فيديو من ربعي صدقاني الاوليين سايرين قاقه ومصورين اللي على البحر، لكن ما يازل يلبسه ما منتظر اهلكم مطر السلام من قاقه. يا قاقه هناك دال السلع يعني. اقولكم ما عرفت شكله، وانا عرابي ويا مستويين ضربه من يوم الحين، يا والله اني ما عرفت شكله، والله يا ابوكم اني ما عرفت شكله، انا ابو ما شفته الا من 7 شهور ولا 8 شهور. نعم ما عرفت شكله متغير، لا اله الا الله، قربك الله يا هالوباء، اشتل عنا اشتل يا برحمه، ما بتشتل الا بغضب. انا ابو شو هذا قيط وحين بتشتي، نسينا اشكال ربعنا ما عرفناهم، نسينا البقع، نسينا السير، نسينا اليي، نسينا اللوادم، نسينا العراس، نسينا شو هذا عين ابوه. قالوا حي الله من زار وخفف، وانت ربطت ربطتم وحده عين ابوه، هذا حمال ناقرين الحين 12 شهر يا ابوك، ملينا بس علينا يا الله يا رب انك ترفع ابوي الوبا والبلا هذا عين ابوه. قالوا بأ، قال ياكل وبا بأ، قال ياكل وبا، هاي دعوة عند هالكويت بعد، من تقول بأ ياكل وبا مع الدعوة وحين استوت، لا إله إلا الله. صراحة هذا اليوم شو أنا في البحارة؟ في البحر لو وين؟ بحر لا هذا حوض، حوض حوض حبيبي من كبرة تحرى بحر، حوض في دبي. شو ما علي حبيبي، باكر باكر بي باكر باكر. وين صرت اليوم؟ شو كلت شو شربت؟ بنياس بابا. ها؟ بنياس. انتو حب بنياس؟ غدا هناك بيت بابا بطريقة. وتريقتوا وين؟ البيت هنا الحمامان. شو تريقتوا؟ انا في بريد بيت. انزي عطني يا رم الصلاح. بريد بيت خير. صلاح صلاح. اسد اسد. نعم. عطني صلاح. هنا بابا. صلاح شو تريقت؟ خس انت ارنب، ارنب تاكل خس؟ هي في دبي حبيبي. بخبرنا قاعد لك بسير دبي عندي شغل. انا بسير وياي اسبوع الجاي، بنسير حبيبي بنسير يوم الخميس. شو؟ بثير الأسبوع عند قوم مريم؟ لا لا بشغل أسبوع وايد حبيبي. بثير عند قوم مريم يعني؟ بابا. ها؟ ماما خدي التليفون أنت؟ هي هي بعدين ما رمسك، لا ترمس لي حينه. انا بدق لك دقدق الله عظام عدوان الله، لا ترمس، عطني صلاح انت حينه، روح بدق لك تليفون ياتي على الهواء مباشره، انا ببطر الجربه دبوه في الطحين، والله دبوه في الطحين، دبوه في الطحين يا اسد.
دور عاد لي يفتهم يا منقر في العدة، منقر في العدة، دبوا في الطحين يا ربي. صلاح ها 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 بلاك تفاتن، شو بلاك انت، شو بلاك تفاتن الحين صلاح، شو بلاك تفاتن؟ لا دبي، دبي ما بالحين، دبي يوم بتخوز كورونا بخليك تصير دبي. وقلت حينه مريم، مريم ما بطير، مريم مريم ما بطير خلاص. انزين سر الشارجة، انا البحبع سرت الشارجة ويو سلام باليوزو عسكر نظام كل ابو يسوي ما خليت. ها باي 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 باي، شو المشكلة يعني؟ الله ما يتفاهم. بدك تجي حارتنا يا عيوني تطلع حوالينا، الله الله عينك على جارتنا يا عيوني، ولا عينك علينا داخيل الله. بين أبو ظبي والعين مرأت سيارة حمراء، هاي سيارتك حبيبي وأنا عرفتها من النمرة. أقول لك قاف الله تش يا سميرة توفيق مقواج. شوف الزين بالله عليكم، شوف البربل اليوم لعب لعالي. حافظ عليك يا أبو محمد، والله يا أبوكم لأني فنان ومحد شراتي في الدنيا العودة. ولا تقولوا ما قلت لكم فنان وفنان وفنان لين يوم يبعثون. إيه. What's inside it? The energizer. So energizer, we call it energizer. We put with the pineapple juice, basil leaves, ginger fresh, and the honey. Thank you very much. Welcome. أنا أقول أنا ما أصير هناك وين. Thank you, madam. أقولكم أنا ما أصير هناك أبوي أخذ الريجات تتنقع على هواك. أنا أقول أبوي أزخ المدير مالهم اللي هني ولا المديرة وأقولهم أبا من كل شيء شوي 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 شوي، ها كودا من كل شيء شوي 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 شوي، هذا الفول وهذا الفاصوليا الحمراء أعشقها أدهن هذه، أول مشروم والجبن سلكشن تشيز من كل نمونة وزيتون، ها ما بزيتون مرادم أم الزيتون مهاتم زين، ومن هذا من كل شيء شوي شوي. لكن هذا توني اللي عديت اسمه، هذا اللي بيه هالمكان فندق سكاي فيو هوتيل وما بيجرب هذا العصير ترى ما يا الفندق، اللي بيه الفندق ولا بيجرب العصير هذا على الصبح عندهم ما كأنيه. وين يتريقون ترى في المكان المطعم مال الريوق موجود عندهم، اللي توني عديت اسمه أنا جايزة راضي اسمه شيء من القبيل. فنان في البلدان اللي من غير تبتدي شركات الفنادق، او الفنادق اول ما يفتتحون الفندق جديد تلقط تنزل هاله من النظافه وهاله من العنايه وهاله من خدمه الغرف وهاله من المحتوى مثل الريوق، تلقط المنيو مالهم في من كل شيء والبوفيه ممزور مما تشتهي مما لذ وطاب. هذا اول ايام الافتتاح، وفجاه يبتدون كبار ينزلون 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 الى ان يصلون الى أسوأ المراحل. لكن شركة إعمار تبارك الرحمن والفنادق تابعة الليلها تبتدي كبيرة وتكبر زيادة، حياتها ما نزلت حتى في أحنك الأوقات، وهذا جهد كبير يشكر عليه القائمون على هذا المجهود اللي رفعت هذه البلد ورفعت البزنس فيها والعمل والنظام. اللي ما يشكر للناس ما يشكر الله سبحانه وتعالى، هذا جهد جبار كبير لصرح أكبر. والحمد لله بلادنا كل ما ياها تتعدل وكل ما ياها تزين وكل ما ياها تكبر، مثل ما قلت لكم الصبح، شو قلت لكم أنا الصبح؟ قلت لكم كل ما كبر بان وكل ما بان زان. هذه قدرة إلهية من الله سبحانه وتعالى يعطينا هالدار المباركة والحكام العادلين اللي ما بهم قاصرين في الشعب، فلذلك خلقت الأمن والأمان استتب وين ما تصير، وامشي على ما قالوا الأوليين يقول المتوسط امشي الحرة ولا عليك مضرة. فرب العالمين طارح البركة فيها وفي هلها وفي قيادتها وفي الأرض هذه كلها، الحمد لله هذا فضل ورزق من الله سبحانه وتعالى. شو كانت هالبقعة وشو أصبحت، شو كانت شو أصبحت وشو وضعها حاليا، الحمد لله رب العالمين. ما يوم بيطرون الإمارات اللي هالسنش واجه واللي حاط عقاله هني
طاح عقار. هي من يطرون الإمارات، الله هو أكبر. واللي في كف دقيح من يطرون الإمارات، يا اسمها يمشي خرطف، والله يتكودون من يسمعون طاري الإمارات، يتكودون اللي يطيح على وجهه، واللي ينثلم ضرسه، واللي ينكسر خشمه. من هي هذا اللي في كف دقيح؟ هذا اللي في كف دقيح مثل ما قلنا لكم من قبل، موت يا الحاسد بغيظك، ومن الوزع طرطر ثيابك. طولة العمر لكم والعيال والهلة. يحيى بن عبد الله الهنائي توفى، صديق وصاحب ومحب للناس كلها، من ربعنا الخاصين في الآدية في جهاز أبو ظبي الاستثمار. تعين سنة تاريخ 24/12/79، وهو متعين قبلي أنا، هو متعين قبلي، وعشنا سنين جميلة في نفس العمل، ويوميا نتلاقى وعشنا مع بعض وقت طويل. كان حسن الأخلاق، طيب، كريم، أيودي، خدوم، لكن سبحان الله ما الله مدبج له أكثر عن هالنمونة، أكثر عن هالكذا، الله استخاره والله يغفر له. فوجب علينا ننزل لأهله وربعه وصدقانه ومحبينه وللناس كلهم اللي عاصروه، عاصر مجموعة كبيرة من ربعنا كلهم، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وهو اليوم عاده الله استخاره، ونحن بنتبع نحن وغيرنا ما بلا نحن. الله يغفر له ويرحمه ويتقبله مع الصديقين والشهداء، ويصبر عياله وهله. فلذلك نزلنا أرقام التليفونات التواصل اللي بيتخلف للهيثم أو أحمد أو أم الهيثم أو الدكتورة نورة، من الجماعة ومن ربعنا، من اللي يعرفونهم، واللي يعني اللي يبل اللجر، واللي يبغي يؤدي الواجب، واللي يعني كل على حسب ما حد ملزوم، لكن هذا واجب، واللي له معرفة فيهم ويبقى يتخلف العيال وحرمته والدكتور يعني يتخلف لهم، واللي ما يبقى عليها الرب حافظ إذا الله خير. حليلكم أنتم، هذا أنا أبويا، والله أني أنا وأنا وأنا. هيبا شو عاد هذا الوقفة كل حق شو حق أرويكم الجوتي الفستقي، هذا كل أبوي حق شو الجوتي الفستقي. السلام سلم خيب غيدة تكون والله لفنان وفنان أبوي. مكانهم الجماعة مكانهم روحه يسوى نوم العين يا أبوك، ما بصبرك. قال لي أبوي تحمل الصبرنا، قلنا لهم إن شاء الله، وهذا مكانهم يا أبوكم أقولكم روحه غير نمونة، مكانهم يجنن هاك المكان، ما شاء الله عليه شدبي، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وقلت لهم ترى تبوني أيكم ما شيء لحم، قالوا إن شاء الله ما شيء لحم، لكن بالله عليكم شوف يوم إيت سمعتوا بها مؤادب بني إسرائيل. هذا الصافي وهاي سلطة من غير وسحوه والسلطات، وهذا مطفي مطفي خباط شنه خباط شخيلية صافي، وهذا مقلى شنعد، وهذا صافي من غير وسلطات. شوف رايدين الدنيا رياض ما شاء. السلام عليكم، بسم الله براك ما تحاج أنت والله. هلو معي أصور روح من هاي. شوف ما شاء الله من زود الطوع، ما شاء الله ما شاء الله. ها شوف وكلهم ما شاء الله وزن ثقيل، هاي اللي بتعرف ابوي بهل البيت انهم ابوي وزنهم قالوا لا تلقط هنيها بينها الريول. اقولكم هذا غرامي، يوم يقولكم البسكوت هذا يطرونه البسكوت، هذا البسكوت هذا غير ترى على الوريقات، الوريقات هي اصغر هل كبير لقمه واحده، هذا البسكوت هذا ها سمعتوا ايوه النمون. طريقه اكل انا بخبركم ايش قايل، هذا الراس تتوه النمونة ما يتفلسفون يسوون زيادة حكي ورمزه، لا ولا بصل لا بصل عادة ما حد اللي بقيل زين ما يبالو. هاي شو نتعيش بشلولة ريحة تمارو، ما رفع التصوير من هكا. وتازم اللقمة كلها كريسبي، اللقمة كلها كريسبي ترى، هذا وعظم الراس وعظم الصافي ما يضر. شوفها رقم واحد. فبهالطريقة تروم تستمتع في الأكل. ليش تسمى بسكوت؟ بتجلس تفتها السمكة ولا تبلحها على طول ها؟ عبارك أنك تاكل بسكوت، لذلك سمي باللهجة العامية بسكوت صافي. أقول الأكل كله طيب، نعمت الله كلها زينة. الفوق هذا
قريب عجيب، شوف كم نقصمنا. أما الصافي عادة، فهذه طالت أعماركم لعبتي أنا، فلذلك يا أنك تشس الصدر والرأس وتخبصه ويعيش تأكل، أو أنك ها بسكت. تخيل يعني هذا بسكت، يعني حرام أنك تعقل مستغرب من اللي عقل الرأس وفتوه تعقل هناك. لا أنا والله في البيت يعققون الروس، أدور عليهم كلهم أخذهم، ما أخلي ولا رأس بعد. قلتم تغسلت يدي، شفت شيء من فتل النظر في خاطري بصور لكم اللي أنا شفته، يعني مستعد. هذا البيت ما في حريم، العدال عدال حريم، كالبيت ما في حريم، سبحان الله. يعني هالمكان شوف الله عليكم، شوف الله عليكم، ها ترتيب، ما بترتيب حريم. أول مرة بحياتي أشوف ريايل هنمون مرتبين، يهتمون في كل كبير وصغيرة. ترى هذا الموضوع وايد ضروري، ثقافة النظافة وثقافة الصلاة على وقته وثقافة السير والجيل وقته وثقافة التسيورة وعند العرب وكيف السير وكيف أنتي ولبسك واحترامك ومش قاعد تغدي خفيف طين ويا العرب، مش قاعد تغدي خفيف ظل ويا العرب، حسب الناس تروم تجلس وياك وترون تجلس ويا العرب. وأهم ما يكون، ما يكون هذا الشيء مال صدع وديار. أقول لكم شو بقول لكم، ما شاء الله عليه والله، تحرى بيتكم ملقوط بقطنة. الحوض ما زينه، حوض مرتب مسوي حال لاندسكيب من جديد، بيتكم أقول لكم بنقلة يا أبوكم بنقلة ما شاء الله. وين عاد في نص الدبي، في نص الدبي الحين هذا مسوين حق ياسة الشتاء، ياسة الشتاء بيسوون شيء مثل هذا. شفتوا عارف عرش بلقيس، عرش بلقيس هذا هني، هي والله هني الحدب ما تقال هي يصطفل. يعني شيء فنان، مشاريعك يا دبي في منتهى الروعة. دولة الإمارات كلها ككل متكاملة ما شاء الله، مشاريع في الدولة في منتهى الروعة، في منتهى الروعة. فلل والله يا أبوكم من ساعة وأنا سرت ظليت بيتهم وأنا جايينهم، شيء بحيرة هناك في طرف المشروع، والله يا أبوكم ما استوت بحيرة شردت في الدنيا العودة، عجبه. إن شاء الله أني بسير بصورها بعد شوية. أقول لك يوم يقول لك لي بيل الجمك دل ثمك، حاط لي بعد كيكة والكمباك، وهي ظنيها إيه على نفس الكندورة. يا سلام، أوه شوف بالله عليكم، شوف التنسيق والكمباك الخالدي، والكمباك خالد الخالدي. شكرا جزيلا أبوي، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. مازيني مازيني، أقولك الوافين وافين، كان هم ريايل، بيت عائلة، بيت عزاب، بيت شباب، بيت الوافي وافي. شوف بالله عليك، ما بين ما هانت عليهم العودة حط أحد من العرب، والله يا أبو كني عارف أغنى الأغنية يوم بتصير لهم حطوا العودة ها هالكبيرو هالكبيرو. شوف بالله عليكم تكويد ما شاء الله تبارك الرحمن، طاب طيبك وعاش حبيبك. انبسطت أبوي عند الجماعة وسولفت وياهم، وعندك ودونك ثلاثة وأنا رابعهم، ثلاثة وأنا رابعهم. وعيت من الله خير، وحين أبوي راد الله يحفظكم بسير أصور جدا البحيرة اللي شفتها توني وصلتها بالغلط، شيء خيال. عسبت يا أقولكم مشاريعنا في دولة الإمارات مشاريع، إيه أقولكم والله ما تم مشاريع ما شاء الله تبارك الرحمن عديدة وكثيرة اللي في الدولة، وكل واحد أحسن عن الثاني وكل واحد أجمل عن الثاني. وما شاء الله شوف أول يبتدي المشروع بشيء بسيط، ويوم يستوي الفينيشنج ماله يستوي بهالجودة، بهالجودة يستوي بهالطريقة، شيء جميل. الفينيشنج مالهم بأي إمارة من إماراتنا الحبيبة يوم يستوي المشروع، فما فيه يعني استوى المشروع ومع السلامة، لا يستوي المشروع وتستوي متابعة ومراقبة من الحكومة على كل مشروع يسوى. شوف الله عليكم حين هذا ترى مشروع واحد، من متى بلاد من كبره بلاد بلاد، وشيء جميل بناياته وأسواقه وكل شيء فيه، فالشيء ياخذ العقل. فهذه روحه، هذا روحه فضل ونعمة من الله سبحانه وتعالى، إنه من علينا بهالحكومة الرشيدة اللي هي تتلي كل كبير وصغير في المشاريع، الكبير والصغير مرة ما تخلي شيء ما يغفل عن شيء. اللي ما يدري بيتحرى هذا بحر، لكن هذه بحيرة، شوف الله عليك ترى هاي بحيرة، شوف الله عليك من لون، شوف الشكل وشوف المكان، منو يروم يظهر من هالدار؟ ما تروم تجلس فيها أبوي 100 سنة ما تحترج، 100 سنة تروم تجلس
ما بتضيج ولا بتتملل، كله نظافة وكله شيء. شو بقولكم، في ذم في حد في الدنيا العودة وطالع المواقع وين؟ نص البلاد، نص البلاد، كل شيء عدالك، كل شيء عدالك. كل هالمشاريع اللي في دولة الإمارات تمتاز بهالطريقة، إن كانت بعيدة ولا قريبة، كل شيء عدالها مرمى هدف. الحمد لله رب العالمين. بس عيبني المنظر هذا، قلت بصوركم يا ساير مسير عند الجماعة هايين، وعيبني مكانهم. وهالمشروع كل العالم كلها بسوي له ترتيب وعندك ودونك، فالحمد لله شيء جميل، جميل للغاية، ما بالله جميل. مكان هذا أبوي مبتاع من زمان، أكثر من 5-6 سنين موجف من سنين، وناس سكنه وباعه واشترى وخلاص. حينه لا في بيع ولا في مشترى ولا في أي شيء، كل أبوي وقف من سنين، طارت الطيور برزاقها، وانت أبوي توكم عاده. اللي عنده بيز أبوي يستثمرها في داره في بلاده، لا يصير شرق وغرب، لا ياباني في غير بلدك لا لك ولا لولدك، لباني في غير بلد، ياباني في غير بلدك لا لك ولا لولدك. هي والله شيء تبني وتعدل في دارك في مكانك. هي والله إن بغيت تجير، إن بغيت تطالع، ولأن حلالك قدامك، هبتصير حطه وحطه وكله وكل الله عليه، معلوم لك. أنا بعد بني آدم يحاتي سامانه، بدفوع عليه مع الملايين، بيهاجر عنه، بيصير له من حول لين حول 3 أيام. هينا ما بهينا أبوي، شكرا الله عليك. الله يا أبوكم يلي ما يهل بقى حابس عمره يا مينون، شكرا الله عليك. حياه حياه دبي، كل هالعرب أبوي ملتزمة بالتباعد، كلنا أبوي متر ومترين ومتر ومترين، ما يصير لادم إلا عدل المضطر ضروري. يعني ليه رب العالمين يرفع هالوباء، يرفع يا أبوك هالجاء تفك العرب، الناس متأثرة. لكن ما يمنع عندك إذا أنك أنت شيء ضروري غصب زور تصير، يعني لك حاجة بتقضيها، شيء شف بتقضيه، شيء لازم ما عليه. لكن إذا يقول متوصف لا تدخل السوق لعت مفلس يزيد غبا يا جليل الدراهم، يوم مالك في شيء شيء ضرورة ما بلازم، ما حد مكلف عليك أبدا، ترك اللي ما يعانيك فايدة. ترى كان العدل هذا ورحب فينا وقربنا ويارس صورنا قلت ها من هل قلت لي يا سيصورنا، شو رايك انت يعني، شو رايك انت ها؟ شو اسمك انت الله يحفظك؟ احمد. من هل وين ابويا؟ من هالبوظبي طعم. والنعم مرحبا ابو شهاب، مرحبا ابو شهاب، مرحبا يا مرحبا يا حي. بصورك ابو محمد، اصورك، بتصورني ظهر هذا الجوتي، ظهر الجوتي، هي بصورني بالايام ظهر الجوتي غاوي فول الجوت، ايش على كندور امبال ستايل ستايل اليوم تعرف اللون البستاشيو، هذا هو البستاشيو ما شاء الله، بس وزار بستاشيو ما في وزار ما لقيت ها ما لقيت لا بس مختار الفيو العدل ابو محمد طالع فيو رقم واحد، لا لا صراحه عليك عليك الفيو ما شاء الله بوني ظاهر عاد الحين خلاص بنزل تحت بريح شوي لين نخلص من هالافندي و المغرب، نصلي المغرب ان شاء الله وخلاف نسير نسير شو اسمه دبي مول. ساعتين بوي الواد تجلس في الساعة والساعتين، مكان وايد جميل جميل جميل، يعني جميل فوق عن الجمال. سمعتوا جميل جمال مالوش مثال، هاي اللي بقع ابوي يقولون عنها جميل جمال ملوش مثال ولا في الخيال. ايه ما بالله جميل جمال، جميل جمال ملوش مثال ولا في الخيال. انا ما اعرف الباجي سرق اللي قال ما ادري شو مناقي. هي والله الله يحييك يا جيك. انا ودر الحين قبل ما اصور كنت بصور ولدك هذا، هذا الولد الفنان. سلام عليكم. الو احمد داني ايش حالك حبيبي، كيف انت احمد؟
الله يحفظك. ما في تصوير ما يطوفي يا ابو كني رز وفوق على الرز رز لكن قميضه ان الجوتي الحين حتى ما يبين لازم اول الحين ايش قال للناس بتشوف الجوتي هي اه يتوعد اللون مبالم على لون الكندوره يا سلام والله اني نمونه لازم متربوين لازم هذا خالد هذا طالع لكم الورد اللي ندوره من زمان الارض ارض الوجود نعم والتراث الله يحفظك هذا منور ليا مساك الله بالنور والسرور هذا ابو يوسف ابو يوسف مرحبا ابو يوسف هلا ابو سهل هلا حبيبي الله يبارك فيك عندك راشد منورتنا يا خالد مرحبا 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 حبيبي الله وحشنا لك وحش عود يسلمك يا حبيبي اقول لكم الحمد لله رب العالمين فضل من الله سبحانه وتعالى انه اكثر الناس او 100% الالتزام بالتباعد واللي يمشون يا اثنين يا ثلاثة يا واحد يا اثنين يا ثلاثة مستحيل تلقى يمشون أربعة ضربة ولا شيات سبحان الله يعني شيء وايد زين يعني الحمد لله إنها شيء مطمن إن الناس الحمد لله ما بشرت أول الحمد لله يعني إعلامنا ما بمقصر فلذلك تلقى الناس الحمد لله النتائج الإعلامية أتت أكلها حين الواد كلها ملتزمة بالتباعد وما شيء واية وما شيء من هالمواضيع كلها فلذلك يعني الحمد لله كل شيء زين أمورنا طيبة ونمشي في السليم الحمد لله رب العالمين إلا كان شيء من الله لا حول ولا قوة وإن شاء الله أزمة بتعدي معلوم يعني المكان شوي سوى أهدى عن قبل وايد لكن هذا محمد بن سهيل بن هلال والله مليار مرحبا الحين تدري ان ما حد مسجل انك بس روح محمد بن سهيل بن هلال اغلب اللي مسجلينك في تليفوناتهم وانا واحد منهم مسجل انك بالقطري ابو خالي هي خوالك خوالك اي الله يبارك فيك زين متعدي بالماكينه اللي بتعطوني اياها طيب متى عاد منو منني بالماكينه ابوك متى قبل كم سنه 84 من 84 ولين السنه ما جت هالمكينه ان شاء الله بتجي سوالف الله يحفظكم لا خلينا من حبيبي يبارك فيك حياه سهيل توفى من كم من سنه؟ من 24 الورثه ترى ابوي انا ما بمسامحكم يا الورثه لا تقولوا ما قلت لكم ورثة سهيل بن هلال المزروعي أنا ما بمسامحكم لا من رجل ولا من امرأة أنا اللي في ذمكم مكينة هالمكينة من سنة كم؟ 84 من 84 إلى الحين كم سنة؟ ما من هل؟ كم سنة؟ 30 لا أكثر كان هل؟ 35 سنة سالفة طالك عماركم هاي حصلت في شيء 80 وعد والله عد ما أتذكر سنة كم شيء 80 كانت السالفة انزين هذا حياة سهيل بن هلال والجماعة كلهم طالعين مكشات وين عند في مغرق على رأس البرقة شيء تانكي من الكبار يوردون من ماء وأنا خيمتي عدالهم كل حد بخيمته فرجان نظهر عطلة المدارس كنا 15 يوم انزين ما بره مرة مسح على هالكذا انزين بخبركم هو وانا اسير اروي ماء حق خيمتي بوالدي قالوا ما يحتاج انت يا ابو محمد يا حقري بعسلي ماشي ابو محمد ان شاء الله بنمدلك بنعطيك مكينه عندنا الوكاله الفلانيه ما ادري ايش قال مرت قايل بنعطيك مكينه تذب لك الماء من تسحب الماء من البرقه لين خيمك التانكي العود اللي عندها قلت ان شاء الله رجيت اليوم الأول واليوم دق صدر حياة سهيل قال أنا علي حاك الدين واليمين إن المكينة اللي حق خالد إنه من عندي أنا ومن هاك الآن إلى هالآن أنا طالبهم في هالمكينة حيا وتوفى إلى الله يغفر له ويجعل في الفردوس الأعلى وما عيتني المكينة ما بالقصور منهم هم بالقصور مني أنا ما سرت انشغلت ومشاغل الدنيا وسفرات شرق وغرب من هاك الأيام ما فيت السالفة الحين الولد روحه الله يحفظه هو يا بالسالفه فتذكرت فعديناها عليهم بغينا يعني هم المراد فهم انه يعني ابتسام وضحك بس لا اكثر ولا اقل لكن معلوم اني ابا حقي مش متنازل عن اباه حتى لو عقب 100 سنه هي هاجي متى اظن هاك 170 درهم الحين كم
اضرب على 700 لو في بنك ارباح كم بيستوون يزيد. فرضه مغرق هذا المينا، المينا اللي ترسي عليه العبارات تودي دلمة وتودي الصير وتودي الحول واليزر اللي تابع لبوظبي، هذه في وين؟ في الرويس، قرب الرويس عند الظنة، جبل الظنة هناك، هاي هناك الأول نسوي مكشات الأرانب والطيور والدنيا والحماس والدنيا كلها. وحين المنطقة هاي استوت محمية ما حديها، مكان جميل ياخذ العقل. دوم اصور انا فيه، وفيه نقطه مال بترول، في مركز شرطه، في وايد هالاشياء اللي فيه شركات الدنيا والدين، والدنيا كل خير فيها تبقى. كنا نطلع مجموعه كبيره فرجان، يعني فريج القبيسات، فريج المزاريع، فريج الهوامل، مجموعه كبيره. وانا في النصيفه المراد حياه سعيد بن علي يقول ابوي لا حد يبات قرب البرقه. ليش؟ حياه سعيد بن علي وعلو يعني الجنه القبيسي يقول والله التانكي هذا تحت البرقه شيء ينية يسمونها ريا بنت ورال، والينية هذه اللي يصير بيتسبح والأشياء بيتسبح لين أذان المغرب، عقب المغرب لحد يصير. كنا صغار ونتروع والله نصير. فأتوقع يعني خلونها مثل التخويف، هاي الكلام يخوفوا بالناس عسى ما حد يصير في الليل عيد البرقة، واللي بأي يسأل في الفريج يعني ليش يصير جدا الظلام هناك في المكان اللي يخوف، بيزيقون يقولوا له هناك جنية ولا بيك بودريا ولا بيك ما أدري مو، بس مجرد كلام يعني. فالتخويف طريقة عند هل الحضر عند البدو وعند هل الساحل، الساحل يزيقون بودرياه، وهل المخيل وهل المزارع يزيقون عيالهم ضم الخضر والليف ولا المصروم ولا ينية الحضار، يعني كل حد وله طريقة في تخويف عياله. سموح التصوير هي ولا لا دراني ما شاء الله، كلهم رياضيين الله يحفظهم، بارك الله فيكم الله يحفظكم. هاي النزل على العام ولا ما تبين؟ لا ننزل. شكرا. قلت لي بالله جاء من بغداد من العراق. من العراق؟ من العراق. يا يبي حق بلادك الثاني. مرحبا مرحبا بك. ان شاء الله بيكون في البلاد. مرحبا الله يحفظك. والنعم لك. مرحبا نشوفك. نشوفك انا انا يزيدني شرف اني اعرف حد من هاي الشباب. نعم طيبة. مرحبا مرحبا. بيمون مبونة ما تشد حد ياه اللي يلقط ابويه كنز بالكنوز الأولية. اليوم عادة طالت عمار في مجيد كنز ثمين، كنز مظهور ابوي من الحلف، ممزورة ممزورة جنيهات، شيء فضة شيء ذهب شيء بلاتين، توهم عاد فاكروا يخدمون البلاتين فخدموا فقط المهر لمهرين على الحلة هذه اللي داخلها جنيهات فضة وذهب. بطي شاعر بطي من مظلوم السويدي. السلام عليكم. مرحبا مرحبا خالد. حياك الشاعر الله يبارك فيك. كيف انت؟ تشرفنا بشوفك. الله خلانا فرحتنا وزدتنا فرح وسرور. يكفي انك انت مواطن اعلامي متميز ماخذ الشهرة من اولها الى تاليها. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. وايد نبي شيء ضروري تعطينا لو شيء بسيط لو المدة اقل من دقيقة. يا اخي نحن في دبي. بقول دار تسمى ديرة دبي. يلي يحكموها آل مكتوم، دارا تسمى ديرة دبي يلي يحكموها آل مكتوم، في منزل الضيفان والحي واللي لفا ما رد مضيوم. يا طارشي برسلك ونهي مني وبالله قول عزوم، وعرج قبل لا يبزغ الضي، عجل مسيرك شو صوبها وشوم، شوف الروابي منظر الفي، عايل طالع سرع عريب. تسلم صح حسان في طلب دنيا الطماعين بعد ابو وحده. نعم من الطيب الله يطول عمرك. يقول طال عمرك ودي اتملك وازم لك شريك. نعم. وابعدك بالحيل عن كل العيون، ودي اخفيك واتاجي عليك، لان حبك هو الطبيعي لي جنون، اعشقك وهو ديارك وافتديك والزم ارضك لي بها دايم سكون، واتبعك كني انا منك واليك او مخول منك يا الله. خونا الشاعر بطي نبأ بعد وحده يكون يعني لها صدى قديم ولها ولها مكانه في خاطرها لها خشن. هذه قصيده طال عمرك رن عمر المشاهدين ومتابعينك الخاصين، مجاراه لقصيده الشاعر الكبير سالم الكاس الظاهري، واحد من رموز الشعر في دوله الامارات من مدينه العين. نعم. قلناها من احد من زمان هذه، اقول له باد دمع العين ينهلني من وزا قلبي ولعاته، لينهبني فايج الدلي على المتنطاحن مديلاته، لو بحوط الدار
بالكلي ما بحصل من مثيلاته راضيين في عز متعلي ما هذوب ناس شماته ناه بني حبه وشلي وفي القلب علية مكاناته لو بغيت أسلع أنا خلي لأن قلبي يزيد دقاته ذاك يلي شوفه يسلي تشفيه ميهود الله أكبر.